ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار. ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق. نواب شعب مصر العظيم، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته ما زالت مصر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ليبية